أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في أرجاء الوطن العربي، أيها المتابعون معنا عبر بث قنوات أبو ظبي الرياضية والتطبيقات المختلفة المصاحبة لأحداث هذا النقل، لقاء منتخب مصر مع المنتخب البلجيكي في مباراة ودية دولية تقام على أرض الصداقة والسلام على أرض الكويت. بينما هنا أمامكم المدرب الإسباني للمنتخب البلجيكي وهو السيد مارتينيز ابن 49 عاما، بينما فيتوريا مدربا للمنتخب المصري في حقبة جديدة في كرة القدم المصرية، حيث يخوض ثالث لقاء وهو أيضا لقاء ودي للمنتخب المصري. بينما هنا فيستل الذي أمامكم لاعب نادي أتلتيكو مدريد وصاحب خبرة كروية كبيرة، بينما اللي كان بجوار فاناكن لاعب يعني يعتبر من اللعيبة الشباب في منتخب بلجيكا ولاعب نادي كلوب بروج، وهذا هو أمامكم المنتخب البلجيكي الذي يرتدي القميص الاحتياطي باعتبار أن منتخب مصر يلاقي بلجيكا على أرض الكويت، فمعناتها أن مصر هي المستضيفة لأن بلاد العرب يا أوطاني. تحياتي عمر عبد الله معلقا وواصفا لأحداث هذا اللقاء بظهور منتخب مصر. نعم تراجع المنتخب المصري في الفترة الأخيرة، نعم تأثر بخسارة كأس أمم أفريقيا بركلات الترجيح، نعم تأثر بعدم الوصول لكأس العالم بركلات الترجيح، نعم تعرض لمضايقات، ولكن كما تعودنا المصري دائما يقف بشكل سريع يمتصر. تشترك، لكن بتمنى الكل يعمل لنا لايك ويشترك بالقناة حتى ما يتم قطع البث. شكرا. قبل منتخبين قبل 100 وسنتين، كرة ملعوبة الآن لصالح منتخب دي بروين، بيلعبها، الكرة لا زالت داخل منطقة الجزاء، محاولة التقدم، رايا تسلل، الكرة تستلم بالعرض وتعود مرة ثانية، ما فيها تسلل، فيستل بيلعبها مرة ثانية، كرة ومحاولة خطيرة للمنتخب البلجيكي. ملكش الحق يا كاس العالم، شوف كورتوا، طبعا كورتوا ما شاء الله قلنا أطول من المرمى وأعرض من المرمى، كورتوا إذا ارتفع أطول من الجول، وإذا انسدح هو يملي الجول، ما شاء الله. إيه ده، ضربة حرة أو ركنية للمنتخب المصري داخل منطقة الجزاء بتتخلص، لكن برافو على رجعات مشيها أمام المرمى، يقدمون أداء جميل. يا سلام يا سلام، فاول وخطأ، زعلوا بين أمامية باتجاه كراسكو، كرة إلى خارج الملعب، رمي تماس. افرحي أم الدنيا، افرحي افرحي، ربي كاتب لك الفرح، افرحي. شفتوا المصريين ولا ما شفتوهمش؟ يعني العاطفة معروف أنها مع المنتخب المصري ولا تحتاج إلى دلالات، ولكن أتكلم كراسكو هدف للمنتخب البلجيكي، أول مرور من انتبهوا، لا كراسكو، يا سلام يا وحش، يا سلام يا شناوي.